نعم، إلى الأغاني الطربية، إلى القدود الحلبية، إلى الموشحات. بما أنه قريحتك الغناء هلق مفتوحة، خلينا نستغل الفرصة وتتحفنا بمقطوعة أخرى كذلك. أهلا وسهلا، مرحبا. من منسمعكم شو تسمعنا أستاذ بدر؟ منسمعكم شيء من القدود الحلبية، ومتمنى نكون عند حسن ظنكم. هيامتني تيامتني عن سواها شغلتني، هيامتني تيامتني عن سواها شغلتني، أخت شمس ذات أنس، أخت شمس ذات أنس، دونك أسكرتني، هيامتني تيامتني عن سواها أشغلتني. يا سلام.